يتجدد اللقاء مرة أخرى مع فواعل المجتمع المدني الوهراني ومن ولايات أخرى. هو لقاء جهوي اليوم مع كل الفاعلين في المجتمع المدني من ولايات غليفان وعسكاش عين تروشن مصغانم، كل نشطاء المجتمع المدني حاضرون اليوم في هذا اللقاء لمناقشة موضوع الديمقراطية التشاركية والاقتصاد التضامني. الديمقراطية التشاركية لليوم تدعو مؤسسة المجتمع المدني للمشاركة في التنمية المحلية والمساهمة في صنع القرارات وأخذ زمام الأمور ومرافقة مؤسسات الدولة فيما يخص التنمية المحلية. لقاء اليوم عبارة عن بانل تأطير أساتذة جامعيين، يلي بعد ذلك أربع ورشات من تأطير أيضا أساتذة أكاديميين، ويليها بعد ذلك مناقشة لنخرج بتوصيات لهذا التواجد في ولاية وهران. نعمل أن نرفع تقارير وأيضا توصيات حول ومرافعات لقوانين تعمل على إتاحة أنشطة وإتاحة قوانين تساهم في الدفع بالأعمال التي تقوم بها فعاليات المجتمع المدني، سواء في جانب الاقتصاد الاجتماعي التضامني أو في الديمقراطية التشاركية أو في المسؤولية الاجتماعية للمجتمع المدني، وأيضا الشبكة الجمعوية للديمقراطية التشاركية والاقتصاد التضامني الاجتماعي. حقيقة المجتمع المدني حاضر اليوم للاستفادة من هذا الملتقى الهام، ليهدف إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال المرافعة ومجال قيام دور مسؤول أفضل فيما خصوصا من خلال الديمقراطية التشاركية ومشاركة السلطات العليا على المستوى الوطني والمحلي والولائي، وأيضا من خلال فهم معاني الاقتصاد التضامني آلياته وميكانيزماته. الشبكة الإسلامية السعودية في هذه الندوة المهمة في هذا الوقت المهم للتحديث حول العمل التشاركي ودور المجتمع المدني في تفعيل المرحلة المقبلة، والأكيد أننا كمجتمع مدني فاهمين وواعين بحجم التحديات المقبلة عليها الجزائر في المرحلة، خاصة استحقاق الانتخاب المقبل، وسيكون لنا أدوار مهمة في الميدان من خلال تحفيز الشباب والفعاليات المجتمع المدني.